السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم المهندس ياسين، مؤسسة إبداع تكنولوجيا. احنا اليوم متشرفين بالعمل مع شركة من أكبر الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة في الأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية، ونحن الآن في مدينة دبي في أحد المشاريع السكنية الضخمة، مشروع سكني تقريبا 1500 فيلا سكنية. احنا بنعمل كسب كونتراكت مع المقاول الرئيسي للأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية، واحنا حاليا شغالين في أعمال التكييف في الوحدات الخارجية بعد الانتهاء من تركيب الفان كويل الوحدات الداخلية وتوصيلها. تم عمل توصيل بايبات الغاز للوحدات الداخلية وتوصيلها وعمل تيست. طبعا يتم إغلاق البايبات في عملية اللحام وتركيب فالف وضغط الغاز لمدة 3 أيام داخل بايبات الغاز، ووضع جيج للتأكد من صحة عمليات اللحام لبايبات الغاز. والآن عمالنا عم بيقوموا بعملية توصيل البايبات إلى الوحدات الخارجية وتثبيتها، ذلك حسب المخطط اللي انتم شايفينه. طبعا الأعمال في هاي المشاريع دقيقة وتحتاج إلى تطبيق كامل للمخطط، حيث يقوم المهندس الاستشاري بالكشف بشكل يومي على الأعمال والتأكد من صحتها، وأي خطأ أو خلل يتم مراجعته مباشرة. لذلك لابد من توخي الحيطة والحذر في هاي الأعمال السكنية الضخمة. طبعا الوحدات الخارجية في هذا النظام يتم توصيل بايبات الغاز بواسطة اللحام كما عم تشوفوا، الوصلة 3/8 وال5/8. ما عندنا هون توصيل فليرينج، يتم توصيل الوحدات الخارجية بواسطة عملية اللحام، وهنا البايبات يتم توصيلها خارجة من الدكت طبعا ومغلقة باللحام بعد عملية التست والاختبار لعمليات التسريب. طبعا يتم توصيل بايبات الغاز في المرحلة الأخيرة وتثبيت الوحدات الخارجية وعمل تست أيضا للمرحلة النهائية لعمليات توصيل بايبات الغاز للتأكد قبل عملية التشغيل بأنه ما في أي عملية تسريب. هون عندنا عملية لحام راح تكون بالوحدة الخارجية، ومن ثم في المرحلة النهائية يتم تركيب تري أو مجرى حامل معدني لبايبات الغاز، تحمل بايبات الغاز من الأسفل، لها غطاء علوي أيضا لحمايتها من أي خلل خلال المستقبل. والله يعطيكم ألف عافية.